بحيي الاستاذ خلف يعني والاساتذه اللي موجودين معنا. لاخونا المغربي يا اخي بدنا بعدين نصلح بينك وبين صديقنا وحليفنا محمد السادس طبعا، يعني الملك تبعك يعني في الاخير، يعني ما تخليناش عم تزرع فتنه بينك وبين ما الملك شاء تبعك. الله سيد سمير، ما شاء الله ملحق ورا اللبناني وجنبلاط، وملحق ورا السوري وبشار الأسد، ورايح على المغرب ومحمد اكيد السادس، اكيد اكيد، ما وكمان شاء الله. التونسي. انا وانت منك يرجع الاخ عبد الله انه يرد لك على محاوله دخولك بين شعب وملك، هذا شأن داخلي بالنسبه للمغرب على ما سمى اظن، ما عندك دخل فيه، ما تستطيع اثاره الفتنه بين شعب وملك. ممكن هذا الملك عنده حرية الرأي عند شعبه، أو تريد تضليل، أو تريد أن تصل معلومات إلى الشعوب كي يتكلمون على الملك محمد السادس على أنه عميل لكم، ما نحتاجها من عندك. زيد تتكلم على بن سلمان، محمد بن سلمان، مع العلم أني ما نقول أنا هذا الكلام مع العدو، ولا مرة تسمع مني شيء أو أقتنع بكلام أنك تتكلمه على كلب عربي وليس حكم عربي أو شعب عربي، لأنه أنا أعرف جيدا أن الحكام يتعاملون بالمصالح وليس بالعقائد، والمصالح متغيرة. البارح كان السيسي صديقكم، والآن تتكلم على اتفاق مع السيسي، مع العلم جيدا أنه نعلم جيدا أنكم أنتم من حررتم إثيوبيا، وأنتم من مولتم إثيوبيا في سد النهضة لإغلاق حقيقة النيل على مصر واستفزاز مصر للدخول عسكريا، ثم تجدون الحجة لدى الكيان، لدى الأمم المتحدة كي تتكالبوا على شعب مصر. وهذا نقول لك بكل بساطة لأنكم فقدتم الأمل على أن هذا الشعب الغزاوي في يوم من الأيام سوف يسكن صحراء سيناء وتخرجونه من غزة. شعب غزة، رجال غزة يموتون في بلدهم ولا يخرجون إلى بلد آخر، هذا هو ضعفكم. يعني كم حبيتوا تغيروا بعض الأشياء، يعني للأسف هناك البعض من انساق وراء ترهاتكم أو كلامكم، يعني بالكل، يعني تتكلمون على بن سلمان على أنه حليفكم. أنا نعطيك الأشياء التي قام بها بن سلمان، مع العلم أني ممكن أختلف معه في أشياء كثيرة. بن سلمان أصلح علاقته مع كل أعدائكم، ذهب إلى اليمن أصلح ما بينه وما بين الحوثي، ذهب إلى العراق أصلح ما بينه وما بين العراق، ذهب إلى إيران وشدد العلاقات مع إيران. زيد هل عندك كلام آخر؟ هل أنك تتهم أنك محمد بن سلمان على أنه صديقكم ويعمل معكم، وهو صح علاقاته مع كل الدول العربية؟ أعطيني العقل الذي أفكر به. زيد شيء آخر، ونعطيك أنا الأشياء بأنكم تريدون أن تغيروا محور اللعبة أو تضللوا الرأي العام بالجملة، يعني على تحويل أنكم تريدون كسب رأي الشعوب والشعوب العربية، هذا هو الذي تريدونه. ولكن هيهات، أنا أقول لكم ليش؟ لأن الشعوب ما تفكر كالحكام، الشعوب مبدأها عقيدة وعاطفة، والعقيدة والعاطفة من غير المستحيل أن تتغير على إخواننا في غزة، من المستحيل. وحتى الحكام سوف يتغيروا، وتيقنوا إخوة الكرام ليس الأشخاص وإنما الفكر. ليش الفكر؟ ومن يغير رأي حكامنا والذين يظنون فيكم الخير؟ نقول لك ما هو، هي خيانتكم لكل الدول العربية، لأنكم أنتم عندكم مخطط، وفي كل مرحلة تذهبون إلى مكان، يعني الدور سوف يأتي على كل الدول العربية، وبإذن الله لن تجد السهولة التي تتوقعونها. أقول لكم لأن الفرق بيننا وبينكم هي عقيدتنا، عقيدتنا الثابتة. أنتم ما عندكم عقيدة، أنتم عندكم مخطط، والمخطط ليس بالضرورة أن يكون ثابتا أو يكون صحيح. ليش دائما تتكلمون؟ عندي سؤال يعني محيرني فقط، هل من قوة عظمى تقول دائما نحن نحارب من أجل البقاء؟ إخوة الكرام، هناك معنى كبير وراء هذه الكلمة. من يقول أني أحارب من أجل البقاء يعني هناك فرضية أن يأتي اليوم الذي يذهب فيه بدون رجعة. هذا هو الفرق، يعني تتكلم على دول عربية باقية، أصلا باقية هي في أرضها
ولهذا احنا ما عندنا الفكر اننا نحارب من اجل البقاء، احنا من يمس بلدنا نحاربوه من اجل ارضنا ومن اجل عقيدتنا. هذا هو الفرق بيني بين العدو. والاخوه الكرام، نتمنى من الاخوه المتتبعين لا تصدقوا كل ما يقول العدو حتى وان كانت صحيحه، ولا تقبلوا ان تناقضوا او تتحاوروا او تنتقدوا اي عربي كان مع العدو. انتقد العربي مع اخوك العربي حتى وان يسبك ويسبني يسبك ونسبه، ولكن مع العدو ولا مره تتفق معه. على فكره اختي الكريمه، عندي شك وما بعرف ان كان صحيح او لا، ممكن لهذا البث يعني خصوصيات، وممكن انك اتيت هذا الشخص ممكن انا حسيت بانه يمثل او حسيت به كما قلتي انه عربي بفكر صهيوني، ما بعرف، ما تكلمت معه كثير، ولكن بصفتي اخصائي نفساني ممكن اني دخلني شك في بعض الاشياء. سيد عدم، بوضوح اكيد انا عندي اهداف من هذا البث، الاهداف ما لها علاقه صحيح. بالماده ولا ما لها فكري علاقه صحيح. باي مصالح سياسيه، هو انا فلسطينيه بصراحه، اكيد رح يكون انتمائي فلسطيني، ولكن عندي اهداف، وعلى راس هاي الاهداف هو رفع الوعي، اكيد مش من خلالي، بالنهايه عم يطلع معي اشخاص مثقفين ومختلفين، فبالتالي المشاهد ممكن هو يكتسب توجه سياسي تبعا لهذا البث. لهيك انا بحاول دوم اني احافظ على البث انه يكون ايجابي. السيد سمير طبعا بيعرف، هو بيحاول يوصل رسائل بطرق معينه، ولكن انا خبرته يعني لنشوف رسائل مين يلي راح توصل. ما رسائل جميل ما جميل رسائل والله جميل، انا ولكن لحد هلا عم اغسي بشوف انه اغسي رسائلي هي اللي عم توصل، يعني اغسي على كل حال جميل هو جميل، ولكن بالنهايه عنده سيستم، ومع ذلك نحن يعني السيد سمير من ضيوفي وانا بحترمه جدا. جميل جميل، ولكن الشيء الذي اثبت كلامي تقريبا ولو كان 90% ضحكه الشخص الذي فوقي، يعني الضحكه تاعه اللي بهالمناسبه سيد ادم انا بدي وجه سيد ادم انا بس بدي وجه شكر للشعب الجزائري والشعب المغربي على كميه الوعي بصراحه والتكاتف اللي موجود، شكرا لكم، لانه هذا هو الشيء اللي لكل حديث ثاني انه تنتهج نهجكم، لانه بصراحه الوعي حتى بالتعليقات، عم حاول اني اقرا التعليقات، بصراحه شيء فريد من نوعه، فشكرا لكم. بس بعد الجزائر اختي العزيزه، انا لي دقيقه الله يسرك، انا لي ممكن اوضح، نحن نفيد الناس المستمعه، انا مانيش راح نغير راي الاخوه اللي في الكاست، ولكن انا حسيت بالكلام اللي حبيتي تكلميني، ولكن انا لما نقول لك عبد الله مغربي وانا جزائري، لكل مكان ولكل موضوع حديث. انا اليوم انا عبد الله يا ادم يا ريت تظهر بوجهك حتى انت، حتى يستسنى للاخ سمير ان يرى الفلسطينيين من اصول مغربيه وجزائريه. نلبس برك قشيت نوريد الجيت بكل الاحوال. طيب عندي سؤال له بس الاخ الجزائري، كيف شو انا بعرف الثمن، بس كيف بوتين اشترى تبون؟ سيد سمير انت من اول البث عم بتحاول تحط في التاشة بالسوري يعني، بس مش لا 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 معك. لا كيف بوتين اشترى تبون؟ يعني ما هو بده بوابة لافريقيا وبده بوابة للبحر الابيض المتوسط. سيد سمير مضطر جوب. لا كيف اشتراه بس لحظة انا مضطرة في 10 ثواني. سيد سمير هذا مش موضوعي ابدا، على فكره انا قبل حرب بغزه كنت اطرح الامور حتى تتعلق بالجزائر والمغرب، ولكن هلا بعد الحرب مش مستعده اطرح اي موضوع سوى موضوع الحرب، لانه هي لها اولويه. متعلق بالشرق الاوسط، هي متعلق بالجزائر وما للشرق الاوسط. سيد سمير انا موضوعي غزه ولبنان فقط، ما هو عندك سوريا جارتكم منعت انه نحن نتحدث بوتين عنها، اذا بتذكر حضرتك بوتين هو موجود، هو من وضع الخنجر في غزة. حدثني عن سياسات بوتين بخصوص لبنان وفلسطين، ما علاقتي بسوريا، ما علاقتي بالمغرب، ما علاقتي بالجزائر، بشمال افريقيا كله. اختي معليش معليش، ما نرجع على الموضوع، القضية الفلسطينية ما نرجع على الموضوع التجارية.
فقط جميل جميل كلامك، سيد كلام سمير جميل جدا. معلش، هلا بمداخلتك بنتحدث بهذا الموضوع. تفضل سيد تفضل. آدم، إذا بتريد السؤال يلي طرحه السيد سمير مرر جوابه، ما بدي يعني ما بدي جواب على هذا الموضوع لأنه مش موضوعي أبدا. السيد سمير عنده فكرة عم بيحاول اوكي يوجهها وأنا مش رح أسمح كالعادة. اوكي تفضل. معليش انا عندي جواب صادم يعني، ولكن معليش. اوكي شكرا. سيد آدم، إذا في عندك أي إضافة تفضل، عم بسمعك لأنه ما انتهت مداخلتك. عندي إضافة فقط. لما طرحتي لي قلتي أنا المغرب والجزائر، حبيت نقول لك نفس المبدأ اللي كنت نتكلم فيه مع العدو، هذا هو المبدأ الذي أنا أمشي به يعني. وما قبلت أي كلام من العدو على أي دولة عربية وعلى أي حاكم عربي أو أي على شعب عربي، ما نقبل حتى وإن تكلم الصدق. يعني يقول الكذب المنجمون ولو صدقوا، أنا هذا مبدأ عندي. اليوم هنا في قاس، أنا هذا عبد الله سندي وأنا سنده لأنه موضوعنا واحد. أما خلافاتنا الأخرى ممكن بعد نصف ساعة نتلاقاو أنا وعبد الله في بث آخر نجلدوا بعض، ما عندنا إشكال، ولكن غدا تجدني أنا وعبد الله. هذا هو الفرق. أنا اليوم نتمنى أني اليوم أنا غدا نتلاقى عبد الله وبعد غد نتلاقى عبد الله، ولكن لا أتمنى أن أتلاقى هذا الصهيوني. أوكي فقط. نعم. بعد ماذا قال؟ قال في المداخلة الأولى بالحرف الواحد على أنه هذا الكيان قوي جدا، لدرجة أقوى من أمريكا، لدرجة أن الكيان استطاع أن يمرر أشياء بالإكراه على أمريكا، وأراد تضليل المتتبعين على أنه هذه أمريكا ولا شيء بالنسبة للكيان. وهذا هو الشيء الذي إخوة الكرام لا تثقوا في كلام العدو حتى وإن كان صدق، يعني واضح الأمر. ثم في المداخلة الثانية ماذا قال على أمريكا في نفس الوقت؟ ماذا قال؟ قال على أن أمريكا تسانده ومعه بقواتها في المنطقة، واستدرك الأمر، ولكن للأسف أنه استدرك الأمر بعد فوات الأوان، استدركه بخطأ أكثر من الأول حين قال على أن حماس ضعيفة وهشة ولا تحتاج لمساعدة أمريكا. ما معنى ذلك؟ هذا كدليل على كلامي في مداخلتي الأولى لما قلت أن هذا الكيان يحتمي بأمريكا، يعني وضع أمريكا ويحتمي بها في حالة أنها تكون استنجاد بها. واضح الأمر. وهذا هو النقيض في كلامه، هذا هو النقيض في 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 كلام شخص لا يثق بنفسه، والله لا يثق في دولته أصلا، ولا يعرف ماذا تريد هذه الدولة. ثانيا، تكلم على التعاون مع الرؤساء العرب وركز على محمد بن سلمان ولم يذكر إيران. إيران ذكرها في الأخير مرور الكرام. ليش؟ لتضليل الرأي العام. إخوتي الكرام، العدو لا تنتظر من مسلم أنه يتكلم في دول عربية أو في رؤساء عرب أمامك وبلسانك، يعني أنا لا أثق فيك، حتى الكلام اللي تكلمته كله لا أثق فيك.